زي ما بقولت كده انا بهني الاسر وبقول مبروك، و يعني بعد فتره طويله من البناء والاعداد من جانبكم لابنائكم وبناتكم، ثم اثناء فتره الكليه بكل ما تحمله من جهد وبذل، لكن الحقيقه دي مرحله جديده. انا بقولها للطلبه او للضباط اللي اتخرجت، دي مرحلة جديدة خالص. انتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال معاكم، بالإضافة طبعا لمسؤوليتكم عن أنفسكم، ودي مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا لو احنا انتبهنا قوي لها. انت مسؤول عن إعداد وتجهيز وتوعية. يمكن تستغرب تقولي وتوعية، طبعا، لأن بيجي معاك ابننا أو من ابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة واثنين ويمكن ثلاثة، وبالتالي احنا مسؤولين أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام الشعب المصري إن احنا نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونحميهم ونحفظهم ونعدهم الإعداد الجيد للمهمة اللي هم مقبلين عليها. ده مهمة خطيرة جدا إنك أنت تبقى مسؤول عن إعداد إنسان لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر. دي مهمة كبيرة. ثم زي ما بقول الوعي، وده عشان انت تبقى تقدر توعي غيرك، انت لازم تكون واعي قوي. مش مطلوب منك انك انت ما تبقاش منتبه لكل شيء، للأحداث المحيطة بيك وقراياتك، عشان تبقى فاهم وفاهم كويس، عشان كمان تقوم بالدور ده مع زي ما قلت المرؤوسين اللي موجودين معك على كافة المستويات. ده مهم دلوقتي، لأن زي ما قال مدير الكلية في كلمته إن الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والتجاهل والوعي الزائف. فأنا بقول لكم إن أنتم مقدمين على مرحلة جديدة، أتمنى لكم كل التوفيق. إحنا بذلنا الجهد معاكم ككلية وكقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات كمان، لكن أنتم كمان تكملوا بقى تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم، بالإضافة للتأهيل للقوات المسلحة والشرطة بيعملوه لظباطهم. يعني مش عايز أطيل عليكم، بهني الأسر والعائلات اللي قدمت وبقول لهم متشكرين، وربنا يحفظ ولادكم ويحفظ ولادنا ويحفظ الجيش ويحفظ الشرطة من كل مكروه وسوء.